رأيك في الفلوس دي؟ وأنا حدك من النصيب وقضها 10 مرات بس هتقطع الصلاة وتيجي معايا. يلا يا عم ما ضيعش وقتك، بصليها بعدين ولا استغفر. تعالى معايا. الله أكبر. الله ينور عليك يا ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. طب بص يا عبد الرحمن، استاذه ياسمين هتفهمك حاجه. بص احنا عاملين البرنامج ده جديد، طبعا احنا لسه شباب وبدايه حياتنا. أيوة. وان شاء الله البرنامج دوت يعني هيطلع ترند. دي حلقات احنا بنصورها، ولو حضرتك فزت معانا هتكسب ال 10000 جنيه. احنا ان شاء الله تنجح. ان شاء الله قناه على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده انت فاهمه يعني. ايوه ايوه انا واخد بالي. عايزين نعمل حلقه بص تكسر الدنيا وتطلع ترند. كل الحكايه استاذه ياسمين هتغمك بالشد ده وهتطلع كل اللي في جيبك وهناخده، وبعد كده وانت مغمى هنديك تمسك الحاجه ونقول لك ايدي، لو طلعت صح عرفت اسمها هتكسب معانا، هتكسب الفلوس. ماشي ماشي. طلعت غلط هتخسر. بس الحاجات اللي في جيب كل اللي في جيبك تطلعه. ايوه. كل ما يبقى في جيبك حاجات اكتر كل ما هتكسب اكتر. اظن اللي في جيبك هتبقى انت عارفه. ايوه ده شاكي. اهم حاجه عايزك بقى تادي اداء كويس عشان خاطر دي صفحه بقى والفيديو هيبص الناس كلها تشوفه. طب يلا يا استاذ انا جاي. طب طلع اللي في جيبك. هات اللي جاي. اهو خدي وهاتي كده الفلوس دي، طلع اللي في جيبك كله، ما تخليش اي حاجه في جيبك. شوف مفيش حاجه تاني. لا يا استاذ تمام كده. اهم حاجه اتاكد. لا خلاص ماشي تمام كده. انت مش شايف؟ لا مش شايف. طب تعالى هنا كده بس عشان انا هصور والصوره تطلع حلوه. ماشي. ارجع ورا شويه كمان. خلاص كيك ما تقلقش. بقول لك ايه، مفيش وقت، يلا نطلع من هنا بسرعه. يلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. سفر مرة فين عبد؟ كان واقف جنبيها فجأة مرة. ايه سويت ده عبد ده؟ ايه الحياة؟ فجأة ياسمين تعالى نمشي من هنا بسرعة يا. بقول لك ايه؟ ايه؟ المصلحة جت حلوة واحنا الدنيا رايقة ومحدش شاف حاجة. يلا يلا بسرعة يلا. تعالى يا ياسمين اقعدي. بس الله ينور عليك يا بنت عجبتيني. مصلحة ايه؟ بقول لك ايه، نتقسم دلوقتي ولا لما نشوف مصلحة تاني؟ دلوقتي طبعا. طيب ماشي. طب ما تاخد تمشي نفسك بدول. امسك امسك 500 جنيه ومشي نفسك بيهم وروق على حالك وخلي الاخر على الاخر. ماشي. تيجي بقى نلحق وحلاوتها في حموتها كده نشوف زبون تاني. تعالى يلا يلا. بس نفس اللي عملتيه كده ونفس ادائك. طب يا عم وانا نفس. يلا. احكي لي بقى يا عبد ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كتب له امر جديد يا استاذ عماد. خير يا عبد؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا بقى اللي حصل. اللي حصل ان وعده جت قالت لي هنعمل اختبار وكده وتكسب معانا. ايوه. وبعدين فروحت مغمى نفسي وراحت رميت لي في البحر. انا مش وانت عبد اي حد يقول لك اي حاجه تسمح كلامه. انا مش فارق معايا اللي سرق مني، انا الفارق معايا ولاد اللذينه ده ازاي يزحلوا في البحر. والله يا استاذ عماد لما انت لو كنت هموت كنت رحت في ابو بلاش. المشكله انت اصلا ما بتعرفش تعوم. يعني هم عشان ياخدوا الفلوس ممكن يرموا واحد يتخلصوا منه. بس بعدين تعالى قول لي انت تستاهل؟ في مؤمن يقطع صلاه ويروح مع واحده ولا يروح مع واحد حتى لو قال له هديك ملايين الدنيا؟ فين يا راجل الايمان؟ فين التقوى؟ حقك على شيخ عماد. والله مفيش. انا اسف والله مش هعمل كده. انت تتاسفليش، انا اتاسف لله سبحانه الله وتعالى. في حد يبقى بين يدي الله ويروح يعمل كده عشان ايه؟ عشان الفلوس؟ يا راجل يا راجل حرام عليك. انا غلطان فعلا. الحمد لله. كتب لك عمر جديد وعلى ما اظن دي رساله عشان تتقي ربنا. الحمد لله. ما تمشيش ورا شهوات الدنيا. لا لا خلاص على كده. يلا يا عبد. طفت. يلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ اتشرف باسمك؟ محمد. حضرتك احنا دوت برنامج بينزل على التيك توك وعلى اليوتيوب، بنعمل حلقات وبنصورها وفي الاخر بتنزل عشان نكسب حضرتك. ربنا يوفقك يا رب. مكافاه 10000 جنيه حضرتك. 10000 جنيه؟ اه طبعا. بص اللي بيتم انك انت بنطلع الحاجات كل اللي في جيبك وبنمسكك حاجه حاجه ونقول لك ايه دي اللي تعرفها بتكسب مقابل ليها يعني. طب تمام قوي يا استاذ. تمام؟ انا اللي بصور والاستاذه هي اللي هتعرف تتكلم معاك والفلوس معايا اهي. تمام قوي. تمام. استنى بس ايه اظبط الصوره. طب بقول لك ايه يا ياسمين؟ ايه؟ هو الجو هنا مش قد كده، مفيش منظر طبيعي كده، مكان كويس. طب اقول لك ايه؟ يعني بحيره جنينه نظيفه. انت قلت بحيره. انا عشان انت هنا في بلدنا بقى اعمل معاكم الصح، هوريكم احلى بحيره. هتودينا عند مكان يعني طبيعي كده بشكل بحر يا باشا والدنيا والكلام كله. ايوه كده تعجبني. حاجه تفتح النفس يا رب بيكم. طب نمشي ان شاء الله هتكسب والفلوس دي هتكون من نصيبك. تعالى نمشي كده. طب يلا تعالى اتفضل. بس يا استاذ بالله عليك. فين؟ هتكسبني؟
ايوه يا عم اكيد، بس المهم بس معك حاجه في جيبك؟ معايا حاجات كتير يا عم، معايا المفاتيح ومعايا فلوس وقسط التلاجه اللي انا جايبه. طب حلو قوي كده، عشان كل ما يبقى معك حاجات كتير تسهل اكتر وتكسب اكتر. يا باشا انا اخترع لك حاجات بس اهم حاجه هكسب. وطبعا كل ما تلمس الاشياء اللي في جيبك ديت وقلت عليها صح هتكسب الفلوس. يا باشا انا حاسس الفلوس اهي، الفلوس اهي، يعني مش هنكذب. هم دول يا استاذ عماد. هم دول يا عم، ما تسكت بقى يا جدع. فين يا جدع؟ عايزين نورس. هم فين؟ احنا هنكسب يا اخي. يا اخي تكسب يا منال. اسكت اسكت يا حزين. ده يعمل فوق زي ما عملوا فيا. عملوا فيا ايه يا عم؟ ده سرقوني ورموني في البحر. وايه تاني؟ ده سرق. اقف يا اقف يا بنت. انا احنا ما نعرفكش. انا بس الفلوس اللي سرقتيها. بقول لك ايه يا عم؟ يا عم انت جبت سرقت البحر منين؟ ده سرقوني وسرقوا. هم دول يا استاذ عماد؟ هم دول. ايوه هم. يلا يا طيب يا حزين، امسك البت دي وهات وراسك. طب على فكره اهدى بس يا استاذ. على فكره يلا البحر وهم عينيك. بابا كان هيرموك يا حزين في البحر. يلا يا عم تعالى يلا تعالى انت بس. يلا بالله الحمد لله رب العالمين. ربنا يرجعنا الشوكولاته ده بس بوشه كده ولا مقرضه؟ انا بقى حرام عليك. بقى انتوا خدتوا حاجاتكم وزياده. خدنا ايه انت قاعد عملته في الراجل ده؟ احنا بنتاسف لكم. انا لا مش غاصني يا استاذ عماد، انا مش غاصني الفلوس ولا الحاجات اتسرقت. انا غاز ما بعرفش اعوم يا استاذ عماد. حرام عليكم، احنا لسه في بدايه عمرنا. مش سامحونا يا استاذ. ما بعرفش يعوم يا استاذ. بالله عليك يعني تعيش على عمر الناس. احنا لسه شباب وبدايه حياتنا، حتى ضيع مستقبلنا. سيبونا بالله عليكم. احنا مش كده، مش هنعمل كده تاني يا استاذ عماد. اسمع ما اسمحهمش هنسلمه. يا اخي حرام عليك. ليه يا عبد اسمعني؟ انت بقيت ايه؟ هما لسه شباب وبدايه حياتهم، وانت ممكن يكون غلطه يعني، ممكن ان يتوبوا بعدها. يا استاذ عماد حياتهم هيبدا حياتهم على عمر يعني يا استاذ عماد. احنا عملنا كده. انت مش مصدق يا استاذ عماد؟ بقول لك الطرف ابو بلاه. انت خدت حتتك. لا هسلمهم يا استاذ عماد عشان ممكن يعملوا فيا وفي غيره وفي غيره وفي. لا لا لازم اسلمه يا جماعه. حرام عليكم والنبي. الواد ده ولا محرضه؟ لا اسمع يا اخوك يا جماعه. حرام عليكم والنبي.